نحن الآن بالضبط وسط مدينة الجسرين، سوف نقترب أكثر للسكان لمعرفة مدى تأثير التفجيرات الأخيرة، تفجيرات الشعامبي على حياتهم اليومية. أثرت برشا باش لازم لها حل، نشوفوا حل وكا. والله شو نقول لك نورمال، فما حد شيء وش على لاباس. بالنسبة للخوف ما نخافوش، دونك نحن في مدينة في ولاية الجسرين وصارت الثورة، يعني نحن ما نخافوش عادي، هاك تشوفينا نمشو نجو باش نعملوا تظاهرة عادي. بصراحة أثرت تأثير بالغ الإنسانية على المحيط الاجتماعي والأسري والعائلي على حد سواء. في البسمة القصرية حاجة عادية، تفجيرات ولفنا بها، لأن مش تفهمين شكون يزرع شكون قاعد يناح شكون قاعد يفجر. ما أثرتش على حياتنا اليومية بحكم نحن بعيد. احنا لهنا بلاد نظيفة ما فيها حد شيء. مش نخايفين وعادي. بصراحة شيء قلق ولده. فما خوف شوية، نسمعوا ماي أخبار متناقلة مضطربة الأخبار، ما فماش أخبار يعني اللي هو ما نعرفش صحيح ولا مش صحيح. أما احنا في القصرين كذيل معناش حتى شيء يرعبنا. هي أثرت لنا حال وأثرت على ولاية القصرين، لكن ما شفنا حتى شيء، ما شفناش إرهاب تو حالين، ولت شك شكون يعمل شكون يدني شكون، شفناش احنا إرهاب. نحن شاكين توا حالياً ثم حوايج أثرت بشكل كبير زي ما أثرت وما أثرت كمامي أثر على الشخص ناشي نورمال حالة عادية. لا عادي، مش خايفة نخرج ونقضي وعادي وستر الله.